الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم أتكلم عن حديث ضعيف. حديث الضعيف هو حديث الذي فيه انقطاع في السند أو طعن في عدالة الراوي أو ضبط ناقص في الراوي أو شذوذ في السند أو متن أو علة في السند أو متن. حديث معلق من أنواع الحديث الضعيف الصالية التركية. يقع تعلق الحديث من محدث كثيرا لا سيما في مصنفتهم يقصدون به الاختصار في إيراد الأحاديث. طيب، قال دكتور مصباح في المحاضرة أن حديث المعلق اصطلاحا هو حديث الذي يكون فيه سقط الراوي من أول سند، سواء كان راوي أو أكثر أو سند كله. الآن مثال حديث معلق. مثال أول: ما قال البخاري يذكر عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكتل. في هذا الحديث لا يوجد سند من الأول. المثال الثاني: ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخار، وقال أبو موسى: وط النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. فهذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. الحديث المؤلف مردود لأنه فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال سند، وذلك بحذف راوي أو أكثر من الإسناد مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. Let it go.